دي شقة غرفتين نظام دوبلكس، مساحة 130 متر مع 2 حمام. عندي هنا ده دولاب في المدخل، عندي هنا صالة ومطبخ وحمام، وفوق غرفتين معهم 2 حمام. هبدأ الأول، عندي دي الصالة، دي المساحة بتاعت الصالة، عندي هنا ده الشباك، شباك مطل على الجبال. اجي بعد كده عندي هنا ده المطبخ، مطبخ كامل من الاجهزه الكهربائيه. عندي هنا في بلكونه، ودي منظر الجبال. انا عندي البلوك اللي بيطلع دوت لسه في طابقين كمان، وخلاص على كده نفس الكلام هينطبق هنا، فبالتالي الاطاله ما تقفلش نهائي نهائي نهائي. يعني عندي هنا ده حمام صغير، هطلع الطابق اللي فوق، غرفتين معاهم حمام، في بلكونة. عندي هنا ده حمام، مكان للغسالة، الشاور. عندي هنا دي غرفة فيها شباك، عندي دي الغرفة التانية، فيها بلكونة.